جربي تحطي معها قهوة المرة الجاية. اي مو غلط، رح جرب. عزيز بيك، نحن بدنا نروح. استنوا جاي لعنكن. عليا قربي لعندي. خير شبك فتون؟ من امتى انت وعزيز بتعرفوا بعض وكيف تعرفتوا وليش تركتوا؟ بدي تفاصيل؟ يلا لشوف. ارتبطنا من 4 سنين وضلينا سوا 3 سنين ونص، ولما حسينا انه الامور عم تسوء تركنا. زعلتيني. كيف تعرفتوا على بعض؟ التقينا بعيد ميلاد واحد من رفقاتنا وقال لي انه معجب فيني بوقتها. فترتها انا كنت طالعة من علاقة فتون ولساتني مشوشة، اما هو كان يعزف بكافيه وقال لي وقتها اذا اجيتي تسمعيني رح تكون ثالث غنية اهداء إلك. اه، وليش الثالثة حصرا؟ لانه وقت التقينا حكينا عن ارقام الحظ وقلت له انه رقمي هو 3. والله كتير حلو هالحكي عليا. ايه ورجعتي رحتي؟ رحت، بس مثل ما قلت لك كنت مشوشة وقتها وأنا ضليتني واقفة بعيد لحتى هو ما يشوفني. وبعدين قال إذا كنتي موجودة يا عليا وعم تسمعيني فهي الغنية إلك. بتذكر وقتها مشيت باتجاه المسرح ولما وقفت قدامه ضحك لي من قلبه. ومن وقتها أنا وياه حبيبين وصديقين. ياه شو رومانسي وحلو هالحكي يا عليا. طيب ليش تركتوا بعض أنت وياه؟ قصدي شو ما كانت المشكلة يلي بينكن، الحب موجود بعلاقتكن، المفروض يكون أقوى منها ويقدر يوقف بوشها. الموضوع مو بهي السهولة. أنا وهو غلطنا بحق بعض وكل ما حاولنا نرجع نوصل لطريق مسدود. يعني أنتوا هلأ رفقات وبس؟ أنا بحبه كتير فتون، هو حبيبي ورفيقي وروحي، ووقت كون جنبه بحس حالي طايرة فتون، ولهيك مستحيل بعد عنه. قصتكن بتزعل كتير عليها. أنا لو مكانك ما بعرف شو كان صار فيني، أكيد كنت اتدمرت. أنا رح كون واضح وأحكي بشكل مباشر بوسي، أنا بلشت حرب ضد فريد أصلاً وبدي مساعدتك بهذا الموضوع. فريد بيك هو صديق قديم، صار لي وقت طويل ما شفته، ومع هيك أنا مستحيل أعمل شي بيأذي. بوسي أنا بعرف منيح وضع أبوكي إنه أعلن إفلاسه وعليكن ديون. إذا وافقتي على عرضي رح سدد لك هاي الديون وأعطيكي مبلغ كبير ممكن تبلشي فيه شي مشروع. أنا بشوف إنه هيك عرض كتير مغري وهيك تخسري. وشو هو الشيء المطلوب مني؟ ممتاز، بدي شغلة صغيرة. أنا بدي تتعشي مع فريد أصلان بوسي وتقضي وقت طويل بالمطعم، وبعدين بدي تبعتي لي صور إلك وإله سوا، وهذا المطلوب. رح نستخدم هاي الصور كدليل ضد فريد بالمحكمة لحتى نحصل على وصاية بدر. يعني أنا برأيي ما كتير تحاولي تبالغي بالصور، بكفي تمسكوا إيدين بعضكم. لا ما بكفي، بالعكس بدي صور حميمية، وإذا بغرفة النوم بكون ممنونك. الواضح أنك ما بتعرفه منيح، الموضوع ما نو سهل. بعرف الموضوع ما نو سهل، بس المبلغ اللي رح أدفعه ما نو قليل. شو قلتي؟ تمام، أنا رح ساعدك. ممتاز، بس ضل عنا مشكلة صغيرة، لازم العشاء يكون اليوم المساء لأنه بكرة المحكمة ولازم نستعجل. معناته أنا لازم روح منشان إلحق جهز حالي. تمام، بتمنى تنجحي بالمهمة. خاطركم، بشوفكم. الله معك، موفقة. أنا ما بظن إنها رح تقدر تأثر على فريد بهالسهولة. بس لا تنسي إنه هي أثرت بالماضي.
ألو نعم؟ مرحبا فريد، كيفك؟ أنا بوسي. بوسي؟ شو أخبارك؟ أنا منيحة شكراً إلك. فيني شوفك اليوم المساء؟ اليوم المساء؟ أنا هالفترة مشغول شوي. في موضوع مهم بدي أحكي معك فريد. أنا مو مرتاحة أبداً. وأنا كمان. خير، شو هو الموضوع؟ أنا كيف بقدر ساعدك؟ وقت شوفك منحكي. يلا ورجينا هلأ يا فريد بيك إذا رح تقاوم. شكل الأكل طالع بياخد العقل. لك أنا لو كنت بمحله كنت بعتبر إنه اليوم اللي تعرفت فيه عنازلي هو أهم يوم بعمري. ما في وصفات بالدنيا مثل اللي أنا بحضرهم، يعني في كم وصفة بس مو محسوبين. وصفاتي الأهم والأشهى بعالم الطبخ. نازلي، معقول اللي حكيته فتون يكون صح؟ لا، أنت عم تعملي الأكل لتشكريه على اللي عم يعمله بس. وبعدين هاي شغلتك صح؟ يلا يا ربي. نازلي، فريد بيك، مع مين عم تحكي؟ عم حاكي حالي، يعني عم فكر بصوت عالي. أو أنا بساوي هيك على طول، كأنك جاي بكير؟ إيه صح. منيح أنك إجيت. على الأغلب توقعت إنه أنا عم ساوي أكل طيب من وصفات هزار أماني. ما تغير برنامجي فجأة وما قدرت خبرك. عندي موعد عشاء برا، بعتذر ما رح أكل هون اليوم. ما رح تدوق الأكل؟ لا، رح روح جهز حالي. شوفك بكرة. موفق. إيه بوسي، إيه حجزت الطاولة ورح أطلع بعد شوي. العنوان ما بيضيع أبداً. أنتي سأليون عن مطعم بلوبير، إذا بدك بمر باخدك. تمام، اتفقنا. بوسي مين هاي؟ بوسي وطالع معها. بوسي. نازلي، صبيت لك كاسة ليموناده. شكرا. لمين قطعت الكيك هاي؟ لنورمان. كلية انت. اجت بوقتها والله. طيبة، ليش حتى ما اكلها؟ بيقولوا اذا لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. ايه طبعا بياكلوا، ما بيخلوا منه شيء. بوسي. شو؟ عم قول شو بالسنة؟ مو معقول ابدا، كل شوي منساوي شي لنشربه لحتى نبورد. هالجو مو معقول، مستحيل الواحد يتحمل، وفوق هاد في رطوبة. ليش حاسة انه في بتمك حكي بدك تقولي؟ شوفي انا بعرف منيح شو يلي شاغل بالك. فريد له علاقة، يلا حكي لي شو القصة. ولا شي، بس انا متضايقة من قعدة البيت. يعني لما بقعد بالبيت بحس اني متضايقة، شو اعمل؟ شو رأيك نروح ناكل بشي مطعم المساء؟ شو المانع؟ في مطعم فتحوه على الزاوية بيعمل كباب، عم بيقولوا أكله طيب، والحلو بالموضوع إنه أسعاره مو غالية. لا، أنا مو حابة آكل بهيك مطعم فتون. شو رأيك في مطعم أنا بعرفه كتير حلو وفخم، منروح عليه؟ شو صاير لك نازلي؟ مطعم حلو وفخم يعني رح ندفع كتير؟ شو رأيك نقعد بلا هالروحة؟ أكله أكله كتير مميز، حابة روح وجربه. وبعدين لازم شوف شو بيقدموا لحتى أتعلم منهم فتون، ولا نسياني أني بدرس طبخ. خلص منروح سوا، بعدين أنا صرت أشتغل وطالع مصاري، يعني ما بتفرق معي. معقول نحرم حالنا من هيك روحة ورح تكون على حسابي؟ ما رح خجلك. إيه خلينا نروح نشوف شو وضعه، بالنهاية تجربة حلوة وما رح نخسر شي أبدا. بجوز نخسر، ما بعرف. شو هالحكي هاد؟ اليوم منروح ومنشوف، مع إنه أنا ما عم أفهم عليكي، بس منروح مو خسرانين شي. أنا رح ألبس وجهز حالي فوراً، وأنتي صحتين وعافية. شكراً. الحق علي، طلعت الكيك من البرات لشوف إذا حلوة البنت. يعني بوسي، شو هالاسم هاد؟ أهلا وسهلا، شرفتونا. مرحبا. تفضلوا على هي الطاولة.
تفضلوا. أهلا وسهلا فيك يا خانم. لا مو على هي الطاولة، الإطلالة هون مو حلوة، تعالي معي يلا. لوين نازلة؟ عدي على هي الطاولة فتون. مو على هذا الكرسي، عدي على هذا الكرسي. لك أنت شو صار لك يا بنت؟ معك حق، الإطلالة هون أحسن بكتير من هذيك الطاولة، خصوصاً إنه الحيط بوشنا. فتون مانك شايفة كل الطاولات مليانة؟ شو قصتك؟ لوين راحوا عيوني؟ فريد، ما أنا معقولة هالصدفة. نازلي، ممكن تجاوبيني على سؤالي من دون لف ودوران؟ ليش جايبتيني لهون؟ من شان نراقب فريد بيك مزبوط؟ فتون الموضوع بصراحة. فريد؟ أهلين؟ اجي. مين هاي؟ بوسي. مين بوسي كمان؟ والله البنت مبينة حلوة كتير. ايه عن جد حلوة كتير. شو بك؟ ايه عن جد حلوة كتير. حاولي تكوني ألطف شوي بالحكي وتحكي بصوت واطي. ما شاء الله عليكي، الأنوثة عم تنقط منك فتون. طبعا حبيبتي، ماني قليلة أبدا، وبعدين روح قلبي إني راقب الناس. من وين بيعرفها لهي البنت؟ قصدي بيعرفها من زمان ولا تعرف عليها من كم يوم وصاروا يلتقوا مع بعض؟ وأنا شو عرفني إذا بيعرفها من قبل فتون؟ خلص حاجة تسأليني. شكلهم بيعرفوا بعضهم من زمان لأنه بلشوا بالحكي فوراً. يمكن تكون رفيقته بالجامعة. خلينا نشيل هالأفكار السودة من راسنا. باينتن إنه رح يروحوا من هون وبوشن على أوضة النوم فوراً. هس. شكراً كتير إلك، بس لو بتعرفي قديش أنا جوعانة. وأنا كمان رح موت من الجوع العمى. نازلي، انت شايفه اسعار الوجبات المكتوبه قدامك؟ صحيح قلت بدي اعزمك، بس عفوا مو بهيك مكان. ما معك مصاري؟ ايه مو لهالدرجه. طيب منشرب قهوه وبس نطلع من هون بعزمك على جاج ورز، اتفقنا؟ وائل علي صوت الجيتار شوي. تمام. علي لا تتركوا صواني فاضي على الباب. حاضر. فادي شوف الطاولة اللي هنيك إذا لازم نمشي. كل شي رح يكون منيح، لا تخاف، استرخي واستمتع بوقتك. أكيد رح يكون منيح، أنا مطمن ومستمتع بوقتي. أساساً ما في لزوم للقلق وأنتم موجودين معي. أنتي، فتون، أخي فريد، نازلي. عزيز، في سؤال خطر ببالي بعد الموقف اللي صار مبارح. ليش انزعجت وقت عرفوا أنه أنا وأنت كان في بيناتنا قصة حب؟ وقتا انخطف لونك، ولا تحاول انه تنكر بنوب لانه انا بعرفك كثير منيح. شوفي عليا، لازم تعرفي انه ما بدي الماضي ياثر على الشيء اللي عم ساويه. انا بلشت حياه جديده وما بدي اي شيء يرجعني للماضي. يعني قصدك انه انا من الماضي وما لي مكان بحياتك الجديده؟ لا عليا، بس ما بدي افكر بالماضي. وانا برايي انه ما بقى نحكي بهذا الموضوع مشان ما نجرح بعض على طول. بس هي اول مره بحكي بهذا الموضوع. اول مره؟ ايه. مرحبا يا جماعة، شو الأخبار؟ أهلين نورمان، أنت كيفك؟ أنا كتير منيحة، بس الواضح إنه أجيت بوقت غير مناسب، مو هيك؟ لا لا أبداً، ما في شي مهم. أهلا وسهلا. شكراً كتير. أنت منيحة؟ منيحة. وأنت نورمان؟ منيحة.
تفضلوا، شو بتحبوا تطلبوا؟ أنا بس بدي مي. شو كمان؟ ولا شي. طيب حضرتك يا خانو. أنا بدي كاسة لو سمحت. كاسة؟ إيه كاسة إزاز وتكون فاضية لو سمحت. كاسة فاضية؟ إيه. طيب بتحبوا تطلبوا شي قبل وجبة الغداء؟ نحن عاملين دايت لهيك ما رح نطلب شي. ماشي. شكراً كتير. كيف بحطوا واحد غليظ بمطعم محترم مثل هاد؟ شو دخله إذا أنا طلبت كاسة فاضية أو مليانة؟ أنا حرة. ولك فتون ما عم تخليني ركز معهم بنوم. آه لو تعرف قديش مبسوطة إني شفتك. تذكر إمتى آخر مرة؟ حوالي السنتين تقريباً. إيه تقريباً سنتين، ويمكن يكونوا أكتر كمان. وشو عملتي بهالسنتين؟ أنا انخطبت. ومين هو سعيد الحظ؟ أنا بعرفه؟ لا ما بتعرفه. خبر حلو، ألف مبروك. شكراً كتير. بالحقيقة نحن لازم نشكر راكان بيك لأنه بفضله نحن مجتمعين هلأ. أنا وضحت لهم موقفي وقلت لهم مستحيل إني أعمل أي شيء يأذيك، بس ما صدقوني. إيه عملوا اللي بدهم إياه. إيه والله معك حق. شوفيها قديش عم تتغنج، رح يدوب قدامها. جاي على بالي روح شدها من شعرها. مرحبا. أهلين. سعيد بيك مو هون؟ اجيت أنا وياه هلأ شوي وبيلحقني. قليلي فتون مو هون؟ فتون؟ والله فتون ونازلي راحوا يتعشوا برا لحالهم. معناته فتون هلأ مشتهية أكلة غريبة لهيك طلعت تتعشى برا، أو ليكونوا راحوا يجربوا وجبات المطعم الجديد يلي حكيت لها لفتون عنه، وقلت لها انه تروح تجرب الوجبات يلي هنيك. انا واثق انه سمعت نصيحتك. يعني بجوز يكونوا راحوا لهنيك. بس شو رايك المره الجايه طارق انت تعزمها لفتون على العشاء مشان تكون مبسوطه عن جد؟ قصدك روح انا وياها وناكل مع بعض؟ بالضبط. انا وفتون كنا عم نخطط لمشروع بخص موضوع الاكل، يعني مثلا رح نروح على مطعم مشهور بالوجبات اللي فيها اليقطين. لا طارق انا بقصد دعوه من نوع تاني. كل الموضوع ببساطه انه بتروح لعندها وبتمسك ايدها وبتقلها تعالي نطلع مشوار، ووقتها بتتفاجئ. وعلى فكره فتون بتحب المفاجآت كتير. ايه على فكره مو غلط ابدا، يعني بالنهايه انا وفتون رفقات نورمان. طارق لا تحاول تلف وتدور لانه انا بعرفك منيح، كل القصه انه بدي ساعدك لتوصل. نورمان أنا مستغرب ليش مصرة إنه تساعديني؟ يعني شو هدفك من القصة؟ أنت شخص طيب، وبعدين أنت وفتون بتلبقوا لبعض، وغير هيك رح تكون زوج مناسب وتشتري لأكلات طيبة على طول. وما بخبي عليك إنه في سبب تاني لإصراري. سعيد بيك بده وحدة كلاس، فهمت علي؟ بفهم، أنا ماني كلاس. يعني القصة إنه أنت وفتون لابقين لبعض. نورمان لو سعيد بيك سمعنا عم نحكي بهذا الموضوع أكيد رح يجن جنانه، وممكن يطردني من الشغل كمان. تعرفي شو يعني هالحكي؟ يعني ما رح أتزوج بحياتي. روق شوي وبوعدك إنه ما حدا رح يعرف في القصة. خلاص وي إجا سعيد بيك. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ أهلين. كتير مناح، وانت؟ منيح. شو وين فتون؟ فتون بصراحة أنا ما بعرف وين ممكن تكون، بجوز لاقي الجواب عند طارق. جواب شو نورمان خانو؟ يعني شو المناسبة اللي أعرف وين بتكون؟ نحن أساساً ما منتواصل كتير، يعني أنا ما بعرف وين سعيد بيك صدقني. رح روح شوف عليا خانو ودردش معها شوي عن إذنكم. إيه إذنك معها.
مع انه سددنا كثير من ديون الفتره الماضيه، بس لسه علينا ديون لازم نسددهم، وما حدا عم يرضى يعطينا قرض. عم نمر بوقت صعب. هلا ممكن يكون في حل، رح نشوف وضع شركتكم وبتفوت شريكه معنا. عن جد عم تحكي؟ وليش لا؟ والله فريد انا معروفك، هاد ما رح انساه طول عمري. ما في داعي لهالحكي. ناظري لا تطلعي لهنيك، شكل الامور عم تتطور. بتحبوا يجيب لكم مي كمان؟ ايه لو سمحت. حضرتك؟ شكرا لسه ما خلصتهم. اها ماشي. صبي لي شوي. تكرمي يا قلبي. لو تعرف الاوقات الصعبة يلي عشناها فريد، لدرجة فقدت الامل بكل شيء وسودت الدنيا بوشي. والأسوأ من هيك انه ما حدا وقف جنبي غير عائلتي وأعلاء بس. خلاص اهدي ومسحي دموعك. لك لشو عم تبكي هاي؟ إن شاء الله ما يكون مزبوط يلي عم فكر فيه. كيف يعني؟ لك هاي حامل. ممكن تفهميني فتون كيف عرفتي إنها حامل؟ بكرة بتشوفي اللي عم قوله مزبوط. أنا آسفة ما قدرت أسيطر على حالي، ما كنت حابة إنه أشوفك وأنا بهذا الوضع. لا تاكلي هم ركان أبداً، وإذا زعجك بشي خبريني وأنا رح أعرف أتصرف. تمام. أخذنا الوقت وما حكيت اللي عنك، اللي شو آخر الأخبار؟ والله صار عندي فضول أعرف مين البنت اللي ورا هي الضحكة. ما في شي من وراها بنوب. فينا نمشي؟ طبعاً. ممكن الحساب لو سمحت؟ أخذ ورايح؟ بتحبي تسمعي الشيء اللي عم يدور ببالي هلا؟ طبعا ما بحب اسمعه فتون، خليه بقلبك ولا توجعي لي راسي. ومع هيك رح اقول لك اياه، اكيد فريد ما بيعرف انه حامل، رح يحاول يخلص من هاي البلوه، الواضح انه الموضوع بدهم يكملوه بالليل. قصدك راحوا على البيت؟ والله ما بعرف اذا على البيت او على الفندق. على البيت او على الفندق؟ وانا شو ذنبي ناظلي؟ تفضلوا. شكرا كثير. سبعة آلاف ليرة، شربنا 8 كاسات مي يا ناصلي. أوف يا ربي، أنا كنت اشتريت خزان مي كامل بهالثروة. كله من ورا اللي اسمه بوسي، يبعت لحمة. الله لا يوفقه، خربت بيتنا. اجوا مع بعض لهون بكل وقاحة. صباح الخير ست إقبال. صباح الخير. ست إقبال معناته هي كاستك، أنا وقت اللي شفتها محطوطة هون قلت في مرة غريبة بالبيت. مو قصدي مرة كبيرة مثلك، صبية. نازلة خانم، ممكن تنتبهي لكلامك وقت تحكي معي لو سمحتي؟ أنت شو شايفتيني؟ زعلتي مني ما؟ أنا بعتذر منك مو بقصدي. ست إقبال فكرت بوسي إجت على البيت. بوسي؟ قصدك بوسي اللي تعشت امبارح هي وفريد بيك؟ لا نازلي، شو رح تجي تساوي هون؟ الموضوع بيناتهم انتهى من زمان. انتهى من زمان؟ ايه بس شو رح تعمل بالولد؟ اي ولد؟ شو قصدك؟ بوسي مانا حامل؟ بوسي خانم حامل؟ ما كنت بعرف بهالموضوع. ماني متأكدة من الموضوع، بجوز هي حامل، رفيقتي فتون توقعت هالشي. مين فتون؟ رفيقتي ساكنة معي، فتون شاطرة بهالمواضيع، بتعرف تبصر بالفنجان. نازلي خانم، اسمحي لي اسألك سؤال،
شو علاقة رفيقتك فتون بعلاقة بوسي مع فريد بيك؟ والله أنا ما عم بفهم عليك بنوب. وأنا كمان يا ست إقبال ما عم أفهم شي بنوب. يا ريت تخبريني شو بتعرفي عن هي اللي اسمها بوسي. أنا ما بعرف عنها شي غير إنه راكان بيك حاول إنه يكسبها لصفه حتى تخدع فريد بيك ويستخدمها ضدنا بالمحكمة. ظاهر إنه عم يلعب لعبة وسخة. مو معقول شو واطي. إيه؟ لحسن الحظ فريد بيك وبوسي خانم رفقات من وقت طويل، ولهيك بوسي خانم رفضت الموضوع وكانت عم بتحذره بعشان بارح. إيه هلأ لفهمت. جاهزة نازلي؟ أكيد رح تروحي على المحكمة. طبعاً رح روح فريد بيك ومناخد بدر بطريقنا. أنا رح روح على الشركة فريد بيك. تمام. نازلي رح تروح اليوم على المحكمة؟ إيه طبعاً، الصبح راحت عبيت فريد بيك ورح يروحوا من هني. نائل تعال شوي. المفروض يجوا اليوم ويجربوا أجهزة الصوت، ولهلأ ما وصلوا. ممكن تشوف القصة؟ هلأ بحكي معهم. بتعرفي عليا؟ يلي بشوفك قديش مهتمة بقول إنه أنت المديرة هون. شو بعمل؟ عزيز في عنده محكمة اليوم وما في لاحق القصص بالبار، تاركوا أمانة عنا. إيه مزبوط. هاي الأوراق جاهزة. مرحبا بدر، شو الأخبار؟ أنا كتير منيحة وأنت؟ بخير. بدي تجاوبني، أنت مبسوط بالقعدة مع عمتك؟ إيه مبسوط مع عمتي، بيعملوا كل شي بطلبه منهم، بس أنا حابة بروح على بيت خالو فريد. ليش يا بدر؟ لأني بحبه لخالو فريد، وأنا وياه منلعب سوا ونطلع مشاوير حلوة كتير، وكمان منشوف أفلام أنا ونازلي، ومنعمل كيت طيب كتير، ومنتمشى سوا. مين هاي نازلي؟ نازلي؟ هاي بتكون طباخة بالبيت، قصدي بتكون طباخة خالو، على طول بتعمل لي أكلات طيبة. ماما كانت كمان تعمل لي أكلات طيبة وتوفيت، ما عاد موجودة. طيب صار فيكم تطلعوا هلأ؟ فيني روح مع خالو هلأ؟ لأنه بصراحة مليت كتير ببيت عمته ديما، خليني روح معه اليوم. الكل هون بيحبك كتير ورح نحاول ناخد أفضل قرار بالنسبة إلك. الكل عم بيفكر بمصلحتك. صار فيكم تستنوا برا. بدر نحن رح نطلع بعد شوي، اتفقنا؟ اتفقنا. ما بتأخر، رح استناك. سيادة القاضي تفضل، هي وثائق بتأكد انه فريد بيك هو مانو وصي مناسب للطفل وغير قادر على رعايته. مثل ما شايف سيادة القاضي، هي الصور هي دليل واضح وبيأكد كلامي. عن شو عم يحكوا؟ ما بعرف، هلأ بيبين معنا. حضرتك لاحظت انه هاي الصور مصورة بمكان عام، ومثل ما بتعرفوا كلكم فريد بيك شب اعزب، شو علاقة الصور بالدعوة؟ سيادة القاضي هاي الصور بتوضح انه فريد بيك عنده علاقات كتيرة، علاقات للتسلية، بقصد انه عايش حياته بدون ضوابط. هاي الصور مبارح المساء. سيادة القاضي، موكلي كان عم يتعشى مع رفيقته بدون اي غاية او هدف غير بريء، وهالشي طبيعي كتير. يا ريت سيادتك تشوف بقية الصور، تاريخ هاي الصور هو اول مبارح. البنت يلي مع فريد بيك بتكون الطباخة يلي عنده بالبيت، وبنفس الوقت هي المربية يلي المفروض انه تهتم ببدر. يعني الصور يلي بين ايديكم سيادة القاضي بتأكد انه فريد بيك على علاقة مع البنت يلي عم تشتغل عنده بالبيت.
كله كذب سيادة القاضي. كن واثق انك رح تندم على اللعبة الوسخة اللي عم تلعبها يا راكان. هدوء لو سمحت حضرة المحامي، سكت موكلك وإلا أنا راح أضطر طلعوا برا القاعة لتخلص الجلسة. فريد بيك اهدى شوي. عزيز نحن كنا عم نتعشى بس ما في شي بيننا. أنا واثق من هالشي نازلي، خلاص اهدي تمام؟ وهذا كله بيثبت إنه بيت فريد أصلاً هو مكان غير مناسب لرعاية ولد بهذا العمر سيادة القاضي. ومثل ما ذكرت إنه فريد أصلاً شاب عازب، وبالتالي ما رح يقدر إنه يأمن الجو العائلي الصحي اللي بيحتاجه طفل بعمر بدن. انت شو عم تقول؟ كيف بتتهمه هيك تهمة ما لها أساس من الصحة؟ عزيز عزيز والله نحن تعشينا ورحنا. الشخص المناسب ليقوم بهي المهمة وعلى أكمل وجه هي موكلتي ديما أوندر سيادة القاضي. رح يخسر الوصاية وكله بسببي أنا. طولي بالك لنشوف شو رح يصير، ما دخلك بالموضوع، كله بسبب هذا الواطي ركان. هاي الصور هدف تضل الحياة سيادة القاضي. موكلي همه الوحيد انه يأمن جو عائلي مناسب للطفل بدر ويكون حذر بنمط حياته لحتى يتناسب مع وجود طفل. هاي الصور هي صور عشاء عادي بس حاولوا يستخدموها ليشوهوا الصورة الحقيقية لموكلي قدام سيادتكم، وبالتالي تضليل العدالة سيادة القاضي لحتى يحصلوا على الوصاية. هاي الصور مانا غير لعبة لتخدع سيادتكم وتأثر عليكم، وانا بأكد لك سيادة القاضي انه فريد بيك هو شخص ملتزم وقادر على تأمين جو صحي مناسب ورعاية كاملة للطفل بدر. أنا برا. هلأ شوي تانية وبيطلعوا. مو قدراني اطلع بوش بدر ابنه. نازلي انت ما لك علاقة بشي، وبتعرفي منيح انه يلي عم يصير جوا كله كذب. فريد بيك رح يخسر الوصاية من وراي ورح ينكسر قلبه لهالولد. شوي تانية بيطلعوا وكل شي رح يكون منيح. بدر نحن رح نروح فورا بس يخلصوا المحكمة، اتفقنا؟ نازلي ما رح نخسر الوصاية لو شو ما صار. مرعوبة، الله يستر. بس القرار بعد الاطلاع على القضية والتدقيق بالأدلة رح تكون وصاية بدر كايا من حق عمته المدعوة ديما أوندر. رفعت الجلسة. شكراً كتير إلك. ليكن طلعوا عزيز. شكراً على كل شيء. أكيد رح نتعاون بالمرة الجاية. أكيد راكان بيك. شكراً مرة تانية حضرة المحامي. شكراً لإلك. لا شكر على واجب راكان بيك. أهلين. يلا شكراً. بلزي. خالو يلا أنا مستناك، خلينا نروح على البيت. حبيبي ما فيك تروح معي هلأ، لازم تبقى مع عمتك كم يوم. ايه ما بدي. انت عم تكذب، نسيت وعدك لي؟ كل ما اشوفك بتقلي يومين وبرجعك لعندي. قيم ايدك عني، انت كذبت علي. معك حق بس في قصص مو بايدي يا روحي. انت كذبت علي. انا ما عزتك بنوب. قيم ايدك، ما عاد احبك وما عاد بدي اشوفك ابدا. يلا بدي خلينا نمشي من هون بسرعة. اتركي الولد على مهلك، مو شايفتيه عم يبكي؟ انت ما تتدخل عزيز، انا بشوف انه الاحسن تحدد موقفك من الموضوع اذا بتهمك فعلا مصلحته لبدر. الولد ما له ذنب بخلافاتكم ابدا، بتمنى تفكروا فيه. عم نفكر. يلا يلا بريد. يلا بدر. الله يوفق، لا تخليهم ياخذوني معهم. يا الله استني لك وفي. والله أنا بحبك، كنت عم بمزح معك وقت قلت لك إني ما بحبك. وأنا كمان كتير بحبك وبوعدك إنه تجي تعيش عندي بأقرب وقت ممكن.
ناس بلا ضمير لهالدرجة نازلي؟ طلعوا عم بيراقبوا تحركات فريد بيك ويصوروه بكل مكان. والله هدول الناس ما بيتأمن لهم أبدا. أنا مو مصدق لك فتون، صدقيني أنا تمنيت أنه تنشق الأرض وتبلعني. شلون وصلت القصص لهالمواصي؟ أكيد في حدا موجود هون اشترك بهاللعبة الوسخة. كيفكن؟ أنا رح فوت عقوطي وكله أنتو لا تستنوني مو جوعانة. معناته شكي كان بمحله نورمان. مو معقول نرجع نحكي بالموضوع، أنا ندمانة على اللي عملته. بس شو رأيكم نسكر الموضوع لأنه بظن في قصص تانية مهمة بالحياة. فتون سمعتيها شو عم تحكي؟ ولك في ولد بريء عم يتعذب هلأ بسببها. لا وعم تطلب منا بكل وقاحة أنه نسكر على الموضوع. نورمان، أنا مو مصدق اللي سمعته هلأ. ما بدك نحكي بالموضوع ونعيش حياتنا وكأنه ما صار شي بنوب؟ ما في بقلبك رحمة نورمان؟ كيف قدرتي تشتركي بلعبتهم؟ من أمتى صرتي أنانية وما بهمك غير حالك؟ حبيبتي أنا ماني أنانية، وأهدي وحاجة تصرخي بوشي. الموضوع انتهى والمحكمة أخذت قرارة، يعني ما بقى فيكي تعملي شي. كل مرة بقول لحالي طولي بالك وسامحيها، وعم أعطيكي فرص لحتى تتغيري. بلكي بتتحملي مسؤولية تصرفاتك وبتعترفي بأخطائك، بس طلعت غلطانة نورمان. اوعى تكوني مفكرة انه انا المذنبة الوحيدة، بجوز تكون الصور إلها دور باللي صار، بس وجودك بهي الصور كان له الدور الأكبر بقرار المحكمة. اثنيناتنا مشتركين باللعبة. ولا شو يا أختي؟ كل إنسان ممكن تتحكم في مشاعره، ووقتها ما بقى يقدر يتحكم بتصرفاته. اسمعيني منيح نورمان، لا تحاولي تورطيني بالقصة لتخففي عن حالك الذنب اللي ساويتيه. اللي ساويناه أختي، بعترف إني غلطت، وحاولت أكسب مصاري بطرق مو منيحة، بس هلأ ندمانة ورح أحسن تصرفاتي. لا تاكلي هم ابدا، رح حل الموضوع، رح اروح خبره بكل شيء. نازلي اهدي شوي. نازلي اسمعيني لو سمحتي، انا هلا قدامي فرصه ذهبيه، اذا اثبتت لهم حالي رح يوصفوني اخر الصيف وبراتب كتير منيح. انا بوعدك اختي انك رح تكوني فخوره فيني، وقتها ما رح كون مجبوره ابدا انه اتصرف اي تصرف مو منيح لحتى اجيب مصاري واصرف. لهذا السبب أنا رح روح وخبره نورمان، لأنك مفكرة أنه المصاري هي السبب الوحيد اللي بيمنعك تأذي العالم، مو أخلاقك بنوب. أنا صار لازم ربيكي، طلعي لبرا. طلعي نازلي اهدي، طلعي فيني شوي. لو فرضنا أنك رحتي هلأ شو رح تحكي له؟ ما بعرف فتون، بس لازم خبره بكل شيء. أكيد فريد بيك بس يعرف بالموضوع رح يقلي إنه أنا كنت مشتركة مع نورمان وساعدتها كمان. ما رح يقلي. لا رح يقلي، ورح يفكر إني متفقة معهم مشان أخذه على المطعم ويصوروني أنا وياه. رح يقلي كنتوا عم تشتغلوا لمصلحة ديما خانم، أنتي وأختك نورمان غدرتوا فيني. الست نورمان حطتني بورطة كبيرة، ما بعرف كيف ممكن أطلع منها هلأ. طيب نازلي، وإذا أنتي رحتي كيف رح تخبري؟ ما بعرف فتون، أنا لو بعرف كنت خبرته من زمان. كل مرة بحاول أقول له في قوة بتمنعني. أنا لازم هلأ أروح أحكي كل شي وأقول له الحقيقة فتون، واللي بده يصير يصير. فريد بيك، في موضوع مهم بدي أحكي. أنت شايفة الوقت مناسب لأحكي بأي موضوع؟ لا، موضوع بدر موترك ومصدوم من اللي صار، ومو جاي على بالك تشوف أو تحكي مع أي مخلوق. لو سمحت أنا ما عم أطلب غير تسمعني. تفضلي. شكرا، ما بدي. شكلك عم تشرب لتنسى اللي صار، خلينا نحكي وبعدين كمل شرب. ايه كلامك مزبوط، كان يوم طويل. مزبوط، لساتني مو مصدقة الموضوع، كانت صدمة للكل.
لهيك اجيت لهون. شكرا نازلي لانه اجيتي تواسيني وتخففي عني اللي صار. انتي اكتر وحدة حاسة فيني وصاحبة الضمير وما بتحبي الكذب. يا ريت لو كل البنات مثلك. لا مو لهي الدرجة. أنا بالمناسبة أنا آسف لأني اليوم تركتك ورحت من دون ما أحكي معك أبدا. مو مشكلة، أنا بعرف إنه ما كنت متوقع توصل فيهم المواصيل إنه هنن يصورونا وقت طلعنا تعشينا سوا هديك الليلة. هالقصة خجلتني كتير. إيه بس أنتي مالك علاقة باللي صار أساسا، أنتي أكتر حدا ممكن أوثق فيه لأنك بصفي على طول ومستحيل تخدعيني أو تأذيني ولو بكلمة واحدة. ولما المحامي ورجانا الصور اليوم اتضايقت كتير لأنه حطوكي بهيك موقف. عزيز بيك، أنا خلصت شغل، بتحب طفي الإضاءة قبل ما أروح؟ بالإذن. مو على أساس قلتي إنه ما بدك تشربي؟ شو اللي تغير؟ كنت ناوية ما أشرب بس ما قدرت. كنت عارفان انك رح ترجعي تشربي. قلي ليش؟ لاني ما بصدق البنات كتير وعلى طول بفكر فيهم بسوء. بالله ليش؟ لأنه بيحبوا يكذبوا على طول وخصوصي بالمشاعر، يعني بيعملوا أي شيء ليتقربوا من الشخص وبس يفوزوا وياخدوا منه قلبه بيخونوه وبيصيروا بيتسلوا بمشاعره. أنا لا، أنتِ مختلفة، ما بتشبهيهم بشي، ما بتكذبي. غلطان لأني بشبههم كتير. أنا بكذب مثلهم، عندي أسرار كمان. توقف عزفك كتير حلو. مو مهم عزيز، بعرف انك متضايق كتير، حاول تنسى الموضوع
وأنا اتضايقت من ديما وزعلت على بدر، بس بكرة رح يتعود. بتذكر وقت كنت تحب تعزف وأنا جنبك، كنا نقعد مثل هاي القعدة وعلى طول تحب تشوفني وأنا عم ألمس الأوتار. عشنا أيام كتير حلوة عزيز. ما ضل شي مثل الأول. طيب خلينا نحاول. ما عم حس بشي بلوب عليا، ما عم حس بأي شعور. أنا لساتني بحبك مثل الأول. بس أنا بحب نازلي. حبيتي الموسيقى؟ حلوة كتير. أنا كنت جاي أخبرك بشي بس نسيت شو هو. مو مهم، أنا اليوم مو جاي على بالي فكر بشي بنوم. معناته أنا صار لازم روح. الواضح إنه دخلت. ليش شو حاسة؟ حاسة إنه مو قدرانة أركز بنوم. تذكرت شو بدي اقول لك. روحي هلا. بس الموضوع مهم كتير. خلاص انسي. مستحيل. حاولي.